السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا مشاهدينا الكرام، متابعي برنامج صباح الشارقة. نرحب بكم في جولة جديدة في أرض المعارض من حراس سيارات الشارجة، نتعرف فيها إن شاء الله وياكم اليوم على مستجدات السوق وأنواع المعارض اللي عندنا والسيارات اللي يتميزون فيها. جبناكم هذا المعرض متميز بسيارات، سيارات أمريكية، ألمانية، يابانية، ما شاء الله عندنا تشكيل كبير من السيارات. خلكم ويانا تابعونا ونتعرف وياكم على صاحب المعرض، يخبرنا عن الموديلات والأسعار المعروضة والخدمات اللي يقدمها للزبائن. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم مره ثانيه نتعرف فيها وياكم ان شاء الله اكثر مع صاحب المعرض، خبرنا عن السيارات الموجوده والموديلات مثل ما قلنا والاسعار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تعرف باسمك عفوا؟ محمد كنيار كنيار، صاحب معرض سما الشام. مرحبا اخوي محمد، الله يعطيك العافيه. كيف حالك محمد؟ الحمد لله، الله يبارك العافيه. اول شيء قبل لا نبدا الحوار والاسعار وكذا، خبرنا نبدا عن المعارض، كيف المعارض؟ الحمد لله رب العالمين، تمام التمام، الامور طيبه وكل شيء على كيفك واحسن. الحمد لله، يعطيك العافيه محمد. محمد احنا جيناك المعارض هنا، المعرض وشفنا عندك مجموع السيارات ما شاء الله، انت مشكل. عندك الياباني، عندك الالماني، الامريكي، مجموع كبير من السيارات. والله نحن بنجيب من جميع الانواع عشان الزبون اللي يجي لعنا ان شاء الله يطلع يعني عند طلبه عنا، يوصل المعرض ويحتار. يوصل المعرض ويحتار ما شاء الله. محمد خبرنا بدايه عن السياره هذه اللي هي تويوتا لاند كروزر الستيشن، هذا خبرنا شو مواصفاته، شنو الموديل، شو التعديلات اللي هاي فيه. موديل 2009 نحن قمنا بتعديله، 2009 هاي في اكس ار. نعم. الماكينه العوده الكبيره نحن بنقوم بتعديلها حسب الزبون. نعم. حسب الزبون، مثل ما يعني نحن عندنا مثلا سيارات قديمه بنجيبها، بيجي الزبون مثلا، نحن اغلب بيعنا لبرا كمان تصدير، يعني اكثر تصدير. تصدير زبون التصدير بحب لما ياخذ السياره يعدلها، فنحن يعني يضيف اكسسوارات، يغير الشكل تقريبا. بالضبط، نحن بنساوي هاي التسهيلات كلياتها، يعني بيجي الزبون لعنا نحن بنقوم من التعديل، بنوديه على مكان التعديل وبنعدله من ناحيه الصبغ، اكسسوارات، اضافات الكروم، اي شيء كله عند على حسب الطلب. هذا الشكل نحن سويناه ل 2018. نعم، يعني السيارة هذه شو موديلها الحين محمد؟ هذه 2009 ما شاء الله، 2009 معدلة إلى 2018 من برا ومن الداخل، من السيتات، من الشاشات، كامل. من الطبلون، كل شيء كامل، حتى الستيرنج، حتى كل كامل ما شاء الله. يعني اللي يشوف السيارة بيقول هذه ما شاء الله 2018، لكن هي حتى اللون معدلة. طبعا احنا صابغينها لون 2018، يعني هذا اللون البلاك عليها جاي مثل الميتاليك، مثل اللمعة في هذا. بالضبط. نعم ما شاء الله. انزين محمد، الحين خبرتنا انت السياره هذه معدله، موديلها 2009 قلت لي. نعم. كم العداد، كم كيلومتر ماشي؟ 190 هاي. 190 الف السياره ماشيه. تمام. انزين نبغى نعرف سعرها. هاي نحن عارضينها بال95، ممكن انهيها مع زبون الشراي جاد على 90، من 95 الى 90. ايوه. انزين والتعديلات اللي داخل اللي يشوفها ما شاء الله، هذا اللون المميز هذا، شو المواصفات اللي داخل اللي عملتوها انتم كتعديل؟ كتعديل نحن اللون الاساسي تبع 2018، الستات الاساسيه تبع 2018 اللي هي البني المحروق او الزعفران. الزعفران بالضبط. نعم. الشاشه الكبيره العوده، الستيرنج كله كامل، حتى اللي عندك الشدادات السقفيه كلها كامله، فتحه كامله ما شاء الله. مشاهدينا مثل ما سمعت اخونا محمد، السياره ما شاء الله مثل ما تشوفونها معدله وجاهزه، سياره موديل 2009 معدله الى 2018، تعديل كامل من الداخل ومن الخارج. الحين بنصير بعد محمد نطالع السيارات الثانيه. أهلا نشوف الفولك اخي سلطان. محمد شفنا ما شاء الله الستيشن، والحين شفنا وياك بنشوف وياك عفوا الفورد ان الاف 150، هذا نبغى نعرف عنه معلومات اكثر، خبرنا شكل مميز، هل هو معدل ولا طبيعي من الوكاله؟ لا هو هذا التعديل كله وكاله، ما في نحن هذا ما لنا معدلينه. نعم. اجى هيك من الوكاله، تعديلات وكاله، هذا اسمه فورد اف 150 هاي رايدر اف اكس 4، هذا فئه خاصه من الاف. أيوة. 50 هذا الهاي رايدر اسمه. ايه. معدل في الوكاله طبعا، هذا كله وكاله، وماكينته ماكينه الرابتر، ماكينه ال 6.2 اللي هي محرك الفورد الرابتر. بالضبط. اللي بينا طبعا الرابتر طبعا شكله غير مختلف عن الفورد هذا، بالضبط، افخم من قدام، بس هذا العلاوي والاوبشنات اللي فيه يعني نفس. نعم. الرابتر تقريبا ما شاء الله عليه، الرنقات والتواير والكشافات والشبك كله تعديل وكاله. كله وكاله ما شاء الله. بس محمد خبرنا شو موديل الموتر؟ هذا موديله 2014. 2014 كم ماشي؟ ماشي 68، كله تشيكات وكاله، سيرفيس وكاله. نحن لما جاء
جبناه دخلناه بعد الصيانه. دخلته ما شاء الله يا ابن السياره، انه يجي الزبون يعني اورجيه دفتر الصيانه كامل. نعم، انه السياره كلها يعني داخل الوكاله ما صار لها تقريبا اسبوع طالعه من الوكاله، مفحوصه وجاهزه السياره، مفحوصه جاهزه كامله وماشيه. كم قلنا محمد؟ 68000. 68000. محمد كم مطلوب في السياره ما شاء الله هذه؟ هاي طالبين فيها 97. 97000 سياره اللي هي الفورد 150 رايدر، وسياره معدله مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام، من طبعا الرنجات التواير، ومن داخل ما شاء الله سياره جلد اللون اسود محمد من داخل. جلد اسود. نعم جلد اسود من داخل. زين محمد، شفنا السيارات الحين عندك طبعا الدفع الرباعي، عندك الستيشن والفورد، عندك بعد ما شاء الله انت مثل ما قلت انا نوهت عندك سيارات صغيره، سيارات الصالون يعني خرج دول السيارات، خرج البنك لموظفين يعني السيارات صغيره وموديلات استعمال حديثه مدينة. بالضبط، موديلات حديثه، سيارات صغيره يعني خرج يعني الجماعه يعني الاد حالهم مثلا بده ياخذها سيارات اقتصاديه. بالضبط، سيارات اقتصاديه. اقتصادي. زين محمد نبدا وياك نشوف عندك الرينو الدستر. هذه الرينو الدستر. نعم. هذه 2015. نعم. سيارات يعني ممتازة بالنسبة للاستخدام المحلي. خلنا نصير نتجدى محمد نشوف سياراتنا عندنا. تفضل. هذه طبعا رينو الداستر، مثل ما شوفوا مشاهدينا الكرام، الداستر تي رقم واحد ورقم اثنين تقريبا محمد. اي نعم. هذه الفئة؟ هذه الفئة بقولوا لها رقم واحد، بتجي الشدادات اشوف سيلفر، الشدادات الفوقانية. نعم. سيلفر، بتجي رينج ألمنيوم، من الداخل فيها تحكم على الستيرنج، يعني فيها شوية اوبشنات، فيها بلوتس يعني. نعم. وفيها تثبيت سرعة. الرقم الثلاثي اللي بتجي مثل هذه رنقات الحديد، الرنقات الحديد اللي بتجي شدات سود، الشدات سود والهند الأسود كمان، والفئة المحرك أربع سلندر طبعا. أربع سلندر. أربع سلندر. محمد نعم. نسير ياك قدام بعد طالع عندنا محمد، خبرنا عن النيسان هنا السنترا. بعد النيسان السنترا 2015 2015 2015 رقم 2 هاي تعتبر ماكينة 1600 يعني، وبحالة جيدة خليجي طبعا السيارة خليجي. ايه. في من هذه تينا وارد بعد امريكيات. ايوه عندنا بالزبط. كل سيارات خليجية هون بالمعرض كله خليجي. كم كيلو متر ماشي محمد تقريبا هذه بعد؟ تقريبا هذه بال 82 2015 ماشي. سيارة ما شاء الله، سيارة طبعا المعروفة من السيارات الاقتصادية اللي هي تنافس طبعا فئتها مثل الكرولا، مثل الكيا الأوبتيما تقريبا. وهذه النيسان عندنا هنا ما شاء الله. ومحمد ما شاء الله عندك مجموعة كبيرة، احنا حابين قدر المستطاع نغطي أكبر عدد من السيارات، وعندنا طبعا سيارات الفرنسية اللي هي البيجو. خبرنا البيجو. عن البيجو، من سيارات النوادر الموجودة عندنا في معارض الشاردة. هاي البيجو شكلها حلو يعني تجذب البنات عليها، انه سياره هاتشباك و اربع سلندر، واربع سلندر واقتصاديه، وشيب حلو يعني انه منظره حلو يعني. حتى يعني تطورت في الاونه الاخيره من الشاشه، التحديثات الداخليه في الديشبورد، فيها كثير اوبشنات من جوا، حتى فيها تثبيت سرعه، فيها تحكم على الستيرنج، فيها كثير اوبشنات. المحرك طبعا الاربع سلندر، أربع سلندر، مش التوربو هذه العاديه؟ لا العاديه، العاديه ما لها تربو. واللون بعد ما شاء الله اللي هو الرمادي الغامج هذا، والاسمنتي يسمونه محمد الحين. ايه صحيح. ما شاء الله عليه. والسياره كم ماشيه محمد هنا؟ هاي السياره ماشيه تقريبا 56. 56 2014 السياره. وسعرها كم بيكون محمد هنا؟ هذه من حسبه تقريبا سعرها رخيص على 16. على 16000. محمد شكرا جزيلا على الجوله المميزه في المعرض والسيارات المميزه اللي عندك ما شاء الله والمتنوعه، يعطيك الف عافيه. الله يبارك فيك اخ سلطان. شكرا. الله يسلمك حبيبي. الله يسلمك. كلك زول. الله يسلمك حبيبي. مشاهدينا، هذا الشيء الوحيد اللي يميز معارض الشارجه عندنا، ان تكون معارض الشارجه عندنا ما شاء الله مجموعه كبيره من السيارات، ان بغيت السيارات الحديثه القديمه، السيارات العائليه، سيارات الاقتصاديه، وسيارات متنوعه ما شاء الله عندنا من موديلات مختلفه من التسعينات الى 2018. يعطيكم العافيه ونشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه، ومع السلامه.